أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. أنا أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع المحاضر عبد العاطي حمدان من قناة إيسوفت التعليمية، وحلقة جديدة من سلسلة معلومة في أكسس بعنوان كشف حساب العميل. اللي ما يعرفش أو بيتابعنا أول مرة، سلسلة معلومة في أكسس سلسلة بتهدف إلى شرح معلومات أو دروس في الأكسس بحيث أنها تفيد المتوسطين والمحترفين في الأكسس ولا تصلح للمبتدئين. المبتدئين عليهم الأول أنهم يشوفوا سلسلة أكسس للمبتدئين، وبعدين يشوفوا سلسلة أكسس مستوى متوسط، وبعدين دي لما يخشوا في سلسلة معلومة في أكسس، لأن أنا بشرح على أنك أنت فاهم أكسس. طيب نبدأ بسم الله. عندي قاعدة بيانات فيها جدول في كود الطلب أو بيانات الطلب ورقم الطلب ورقم المنتج وسعر المنتج والمدين والدائن. المدين والدائن المطلوب مني ان انا عايز اعمل رصيد للعميل. هنفترض انه الكلام ده كله مش موجود، هفترض انه انا ده عندي العميل بيسحب مني فلوس وبيديني فلوس، يعني مثلا اشترى مني بضاعة بألف جنيه اداني منهم 500، فهو كده ايه، مدين ب500 ودائن ب500، تمام. عفوا هو اداني 1000 ودفع البضاعة ب1000 ودفع 500، يبقى هو ايه، مدين ب500 يعني عليه 500. طيب بعد كده بعدها بشهر راح مثلا اشترى بضاعة مني ب500 بس اداني 1000، فهو سدد ال 500 القديمة والمفروض رصيده 500، فبالتالي هو دائن ب500. دائن بكام؟ ب500. فالخلاصة انه لو كان مدين هيكون بهذا الشكل، ولو كان دائن هيكون بهذا الشكل بين قوسين، يعني لو كانت النتيجة بالسالب هيكون بين قوسين، لو كانت النتيجة بالسالب هيكون ايه، بين قوسين. طيب دول لو انا عايز اجمعهم على كده اعمل ايه؟ مثلا العميل دفع 10 دولار، يبقى المفروض رصيده هيكون 10 دولار. طيب تاني يوم دفع 15 دولار، يبقى المفروض رصيده اصبح 25 دولار. طيب بعد كده سحب 12 دولار، سحب كام؟ 12 دولار، يبقى المفروض متبقي عليه 13 دولار، لانه 25 ناقص 12، وهكذا. طب سحب كمان 15، يبقى كده عليه سالب 3 دولار او سالب 2 دولار، سالب 2 دولار. طيب دفع 10 يبقى ليه 8 دولار، دفع 20 يبقى ليه 28 دولار، طب سحب 20 يبقى ليه 8 دولار، يبقى في النهاية رصيده كام؟ 8 دولار، سواء كان بالسالب او كان بالموجب. ازاي نعمل الكلام ده؟ انا اعتمدت في الطريقة دي عن طريق على طريق الاستعلام، او الحل ده بيعتمد على طريقة الاستعلام بهذا الشكل. انا مش عايز الكلام ده كله، هحذفه اهو، تمام اهو. لو عملت رن بص كده معايا، هنشيل دي اوكي بهذا الشكل. ادي المدين والدائن والرصيد، مدين ودائن ورصيد. دفع 10 فرصيده اصبح 10، دفع 15 رصيده اصبح 25، خصم 12 يبقى رصيده 13، خصم 15 يبقى رصيده سالب 2 يعني عليه 2، دفع 10 يبقى عليه، يبقى ليه 8، دفع 20 يبقى ليه 28، خصم 20 يبقى ليه 8 دولار. طيب الكلام ده اتعمل ازاي؟ تعال نشوف. طبعا ده تقرير بيوضح نفس الفكرة اهو، مدين دائن رصيد، سواء كان في علامة السالب او تعوضنا عن السالب بالقوسين وهكذا. اعتقد انه ده في مشكلة، هنعتمد على السالب فقط.
الناحية دي فيها مشكلة يعني، اهو دي كده فيها مشكلة كده اهو، مظبوطة تمام. طيب اول حاجة انا بستخدم جملة select، جملة select. طيب جملة select بتقول ايه؟ جملة select، جملة select بتقول sum، يعني الاول بيقول لك select يعني اختار. طب اختار مين؟ تختار مجموع الدي ار زائد السي ار، تختار مجموع الدي ار زائد السي ار، المدين والدائن. يبقى مجموع المدين والدائن من جدول التي بي ال اوردر ديتيلز، اللي هو الجدول ده اسمه او دي، ده اختصار لي يعني التيبل اوردر ديتيلز، وير بشرط انه الاوردر ديتيل اي دي اللي هو ده يكون اقل او يساوي الاوردر ديتيل اي دي اللي هو برضو نفسه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بمعنى اصح ان يكون السجلات قد بعض، تكون السجلات قد بعض، او بمعنى اصح يبدأ باول سجل وينتهي باخر سجل، ده معنى الكلام. يبقى هو كده ايه، بيجمع ده زائد ده من الجدول ده بشرط يكون ايه، ده اقل من او يساوي ده. طيب فلما اشغل كده بيبدأ يشتغل لي الاكس، راح فين اهو، بيشتغل لي بهذا الشكل 10 تبقى 10 25، لانه بيجمع هو الدي ار زائد السي ار، ادي 10 زائد 0 10، 15 زائد 0 25، 0 زائد 12 زائد سالب 12 اديني سالب 12. طيب ناقص 25 تديني 13، ناقص 25 تديني 13. طيب كمان ناقص 15 يديني سالب 2، والسالب 2 اصبحت بين قوسين عن طريق معادله بتستعوض عن السالب، بتضربه في سالب وتعوض عنه قوسين، يعني مكتوبه في بداله اف. طيب يبقى هو كده بيجمع الدي ار زائد السي ار على القيمه دي نفسها، على مين؟ على القيمه دي نفسها. طيب ازاي انا عملت القوسين دول؟ اهو عن طريق داله اف. طبعا احنا فهمنا دلوقتي الاكس كانت ازاي، وعلى فكره برضو الاكس دي احنا او الداله دي شرحتها قبل كده، ان ازاي تعمل ترقيم في الاستعلام، تعمل ترقيم في الاستعلام. ده اللي هو شكل الاكس. الاو دي، طب هتقولي الاو دي اسم الجدول، ازاي خليتها او دي؟ اهو ده الجدول، لو تضغط عليه كده هتلاقي هنا الالايز او دي، الالايز او دي. طيب الاكس ازاي خليتها قوس؟ قلت له لو كانت قيمة الاكس اقل من صفر هتضيف قوس اند مسافة اند قيمة الاكس، بس مضروبة في سالب واحد. طيب لو ما كانتش، طبعا اند ومسافة والقوس، طب لو ما كانتش نزل الاكس زي ما هي، يبقى القصة مش صعبة. بقول له لو الاكس اقل من صفر يعني سالب، هتضيف لي علامة القوس، ولازم تكون بين علامتين تنصيص، وعلامة اند يعني، وهتضيف لي كمان حاجة تانية، علامتين تنصيص بينهم مسافة، يعني حط لي مسافة بعد القوس، اند قيمة الاكس مضروبة في سالب واحد، واند مسافة اند اقفل القوس بتاعي، فأصبحت الدالة تطلع لي على هيئة قوس بهذا الشكل. شايف المسافة ما بين الاتنين وما بين القوس، هي دي المسافة المكتوبة في الدالة. بس هي دي قصة ازاي تجمع رصيد تراكمي ما بين حقلين على بعض. دي ببساطة كانت مسألة كشف الحساب، وبتعمل انت طبعا التقرير بهذا الشكل، وبيظهر لك كشف الحساب بهذا الشكل. طبعا واحد يقول لي ايه؟ يقول لي انا عايز في التقرير او في النموذج لما اعمل خط كده واظهر الرصيد النهائي بتاعه كام. الرصيد النهائي دي بسيطه جدا، تعملها ازاي؟ هتعملها بداله دي لاست بشرط كود العميل، يعني هات لي اخر حاجه في البالانس بشرط مين؟ كود العميل. طيب نصحح بس الخطا بتاع ده اللي هو الاوردر اي دي ده، مش عايزينه عشان مش كل شويه ايه يقول لي ايرور بهذا الشكل.
بهذا الشكل. طيب، الأستاذ سعيد المصري قدم لنا حل بالأكواد عن طريق عمل يعني حاجة تعادل اللوب أو التكرار. تعالى نشوف عمل إيه. ده نموذج كده عشان تبدأ بيه. يعني هو عنده جدول اسمه statement of account، قائمة الحسابات، أو هو جدول بتاع العميل. يعني عنده إيه؟ عنده الديبت اللي هي الدي آر والسي آر، الديبت والكريدت، تمام، والمدين 250 زائد 0 اداني 250، 1200 زائد 0 اداني 1450. ليه؟ لأنه جمع عليهم كمان 250، طيب، وكمان 150 اداني 1600، طرح منهم 1350 اداني كام؟ 250، طرح منهم 1200 اداني سالب 950، وأصبحت بدل ما كلمة مدين أصبحت كلمة دائن. طيب، هو عمل الكلام ده ازاي؟ طبعا هنا في الجدول مفيش أي أكواد ولا مفيش أي حاجة، هو بس البالانس ده جاي من مكان تاني، اللي هي إيه؟ اللي هي في النموذج، يعني علشان إيه؟ تشتغل معانا. تعال نشوف هو عمل إيه. الكلام ده كله ماليش دعوة بيه، الرئيس والكلام ده كله أنا ماليش دعوة بيه، أنا عايز دي. ده اللي هو عمل عليها الشغل. إيه الشغل اللي عمله؟ هو عمل نموذج طريقة العرض بتاعته، داتا شيت، فورمات طريقة عرض البيانات، ايه؟ داتا شيت. وعمل حدث عند التحميل، يعني اول ما البيانات تتحمل بيشتغل كود. ايه هو الكود؟ تعال نشوف ايه هو الكود. الكود بيقول ايه؟ بيقول لو كان، يعني بعد ما حملت البيانات، لو كان سجل جديد اكزيت صب، انهي الموضوع، يعني اخرج من الاجراء، اخرج من الاجراء. لو كان سجل جديد خلاص اخرج. يعني هنفترض مثلا انه لسه انا ببدا جديد، مفيش اي لا مدين ولا دين ولا اي حاجه، لسه سجل جديد، فخلاص مش هيطبق ولا اي حاجه من دول. طيب، هو طبعا الراجل الشارح الكلام ده يعني بالعربي اهو، جزاه الله خيرا يعني. طيب، بعد كده هو حجز متغير رقمي دايمنشن الاي از انتجر، متغير رقمي، واداله قيمه للاي من 0 لحد 10000، وبيقول لك ان الرقم ال 10000 ده جزافي. ليه؟ هو بس الفكرة انه مش عايز 10000، هو الفكرة انه عايز الكود يعني عارف يقلب معاه السجلات واحد ورا التاني واحد ورا التاني. هتقول طب هو هيوصل عند 10000 ويستوب؟ لا، هو مش هيوصل عند 10000 ويستوب، هو هيكمل معاك لحد ما يوصل للنيو ريكورد على حسب كلام الاستاذ سعيد. بعد كده راح عمل متغير تاني اسمه بي، وخلاه برضو رقمي، وخلى البالانس اللي هو الحقل البالانس ده بيساوي البي. البي ده هو متغير هيخزن فيه قيمة الرصيد بعد كل عملية، هيخزن فيه قيمة الرصيد بعد كل عملية، بحيث انه الرصيد يكون تراكمي. ونفس القصة، راح جمع الدي ار زائد السي ار، الديبت والكريدت، جمع الديبت والكريدت وضافهم على مين؟ ضافهم على البي. يعني هنا قال لك 250 زائد الاول البي قيمتها بكام؟ اول حاجه البي بتساوي 100 دوت بالانس، يعني البي بتساوي الرصيد، تمام، فبالتالي البي لسه صفر، قيمتها صفر. فلما اقول لك صفر زائد الديبت 250 يبقى 250، زائد ناقص الكريدت يبقى كام؟ 250. فراح مديني هنا 250، خزنها في مين؟ خزنها في المتغير بي. طيب، بعد كده لسه متخزنه في البي، راح قال لك البي اللي هي ال 250 زائد الديبت اللي هي 1200 يبقى 1450، ناقص الكريدت اللي هي صفر تديني برضو 1450، راح خزنها في البالانس. البي اصبحت قيمتها كام؟ اصبحت قيمتها 1450، يبقى 1450 زائد الديبت اللي هي 150 يبقى 1600، ناقص الكريدت اللي هي صفر يبقى اديني 1600. البي اصبحت قيمتها 1600، 1600 زائد الديبت صفر يبقى 1600، ناقص الكريدت اللي هو 1350 تديني 250، وهكذا وهكذا. يعني بيخزن في البي ويجمع ويطرح. بعد كده لو انت اكتفيت بهذا الشكل هتشتغل معاك زي الفل، مفيش مشكله. بس هو عشان يخلي الموضوع يعني منسق، هنا عمل لك كود يحدد لك مين المدين ومين الدائن. ايه الكود؟ قال لك لو كانت قيمه البالانس اكبر من صفر يبقى البالانس هيساوي نفس القيمه بتاعت البالانس وهتضاف له كلمه مدين. طيب، else if، طب لو ما كانش اكبر من صفر، لو كان اقل من صفر يبقى البالانس هيساوي نفس القيمه وهيضاف له كلمه دائن. علشان كده هو الحقل بتاع البالانس بتاعه مخليه ايه؟ مخليه
تكست، ما مخليهوش نمبر، لانه ما ينفعش يكون نمبر واضيف له قيمه اسمها دائن، فبالتالي لازم يكون تكست. else غير كده البالانس بيساوي صفر، يعني لو ما كانش اكبر من صفر ولا اقل من صفر، كان صفر يبقى ايه، مش تعملش اي حاجه. بعد كده روح للسجل التالي، بعد ما تعمل الكلام ده كله روح للسجل التالي. السجل التالي ده فيه بيانات هيطبق مين؟ هيطبق العمليه اللي احنا دي، اللي هي دي، هيطبق العمليه اللي هي دي. لو في بيانات هيطبق دي. طيب لا مفيش بيانات، راح هوب خبط في مين؟ في نيو ريكورد، قال لك ده انا وصلت الريكورد جديد، فبالتالي اكزيت سب، خلاص توقف الاجراء وما تكملش لوبينج، يعني ما تكملش يعني عمليه يعني التفاف او دوران للكود. نيكست يعني معناها ايه؟ عيد من الاول، او هات التالي 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 لحد ما يوصل ايه، لحد اما يوصل للنهايه. طبعا الشرح والتصميم كان بواسطه سعيد المصري، له جزيل الشكر. طبعا هو عمل ايه؟ هو ضاف النموذج الفرعي مع النموذج الاساسي، اهو كشف الحساب. لو انا دخلت في وضع التصميم، هو عامل ضيف النموذج الفرعي تاني هنا، مش عارف بس الحقيقه ضيفه ليه، يعني مش عارف هو هنا ضيفه ليه، انا مش شايف اي اكواد ولا اي ربط ما بين النموذجين مثلا ولا اي حاجه، مش عارف ليه هو مكرره مرتين يعني. عامة ده مصدر بيانات النموذج، الستيتمنت كلها بالاضافه للاي دي، ورتبها تصاعديا على حسب الاي دي. ده كان فكره الاستاذ سعيد المصري. انا هرفق لكم الملفين دول تحت الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتعمل مشاركة للفيديو لاصحابك، وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة من سلسلة معلومة في اكسس، قدمها لكم عبد العاطي حمدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تعمل شير، ها شير وسبسكرايب.